الشيخ الألباني أحسبه الله وحسيبه كان ممن يتدين بالحديث، لذلك بورك له في أثره. هذا حد النهارده عمال يقول الألباني الألباني الألباني، وما تفتحش حشيد كتاب إلا صحف الألباني ضعف الألباني، على الرغم أن في شانئيه اللي برضو المشتغلين بالحديث وماتوا وهم أحياء، ماتوا قبل الممات. فكان أكبر أمنية لي أن إمام الزمان يطلع على شغلي وبعدين يرمي في وشي. لو رمى في وشي يبقى أنا أراجع نفسي بقى، يبقى أنا بشتغل أي كلام. لو قال بعضه حسن وبعضه حلو برضه، لو أثنى علي ده تلك الغريمة الباردة أفضل مما ورثته عن أبي، معنى أنا ما ورثش غير فدان ونص، ها يسو كتير برد، فدان ونص يسو كتير النهار. رحمة الله على أبي وآبائكم أحياء وأموات، آمين يا رب. فكان عندنا أخ، ما عرفش أنا شريت عن البخاري بس زي بعضه هتستفيدوا برد إن شاء الله. زارني أخ من نابلس اسمه نهاد كمال، وقال لي إن أنا ذاهب إلى الأردن الشيخ الألباني، فرجوته أن يحمل هذا الكتاب اللي هو الجزء الأولاني من بذل الإحسان. قلت له أنا يعني نفسي هذا الكتاب يصل إلى الشيخ الألباني، وعدني وصدق في وعده جزاه الله خيرا ووصل الكتاب للشيخ. بعد حوالي 6 أشهر وأنا شغال مع نفسي وما أعرفش كتاب وصل ولا لا، جاءني أخ لا أعرفه شريط كاسيت وقال لي أنا كنت في مجلس الشيخ الألباني وذكرك، ركبي استكت في بعضها. ذكرني بيه بقى، ما هو خلي بالك العلماء الكبار اللي ودي احنا ورثناها عن أئمة الجرح والتعديل، لما يقول فلان ليس بثقة وقع خلاص، رحلته في طلب الحديث راحت، وسهر الليالي راح، والكتابات اللي كتبها والقراطيس مش عارف والحبر والدواء كل ده راح في الأرض. لو وقف في وسط في أبال علماء الجرح والتعديل وقالوا ده ليس بثقة ولا ضعيف ولا بتاع، يبقى اتخرب بيته، راح رأس مال. فالعاقل دائما يتجنب مذمة أهل العلم، لأنه إذا ما كانش حاسس بها النهاردة فالمذمة إذا كانت تدون في كتاب ستبقى له على الدهر. يعني المسألة مش سهلة يعني. فخفت جدا وقلت له أين الشريط؟ قال لي أنا نسيته في الشنطة، كنت عايز أمسك زمرة رقبة ولم أتحمل. قلت له أنت ساكن فين وركبت؟ وكنت إذاك فقيرا يعني ما أجر السكة بالعافية كالواحد معايا يعني. جبت الشريط وأنا طول الطريق أقول يعني أليس من نكد الدنيا ما يكونش معاه جهاز كاسيت دلوقتي أسمع هنا في الأتوبيس؟ ليه مستعجل؟ عايز أعرف حكم عليه بالإعدام ولا قال إيه؟ الحقيقة كانت مفاجأة بالنسبة لي، وأنا كنت شابا يافعا ولا أطمح إطلاقا أن الشيخ الألباني حتى يمر الاسم على لسان. فالسؤال كان، سأله بعض جلسائه في هذا المجلس، قال له اذكر لنا أفضل الشروح لكتب السنن الأربعة. وأنا الحقيقة لا أنسى عبارته أبدا. ذكر شروح لأبي داود وشروح للنسائي للترمذي وابن ماجه، وإن كان ما ذكرش في ابن ماجه حاجة لأنه شروح عليه قليلة جدا. فلما جاء على ذكر النسائي اللي أنا بشغل فيه قال أما سنن النسائي فأنا لا أعلم أو لم أطلع على كتاب يفيد في هذه الناحية، لكن وصلني أخيرا جزء من بعض المشتغلين بالحديث. رضا، ها رضا صاحب حديث ولا بتاع، رضا مشتغل بالحديث حلو قوي، الشيخ يقولها كده. اسمه حجازي،
هو سماني، ما انا كنتش بقى لسه، ما كنتش ركبت الموجه واتكنيت وبتاع والكلام ده. ها، فانا ارى انه كتاب مفيد بالنسبه لما يصنف في هذا الوقت. ما تعرفش الكلمه دي كيف كانت بالنسبه لي، كانني ولدت من جديد، لم انم ليلتها كتر من عمال اعيد واسمع وارجع شريط والكلام ده. وبعدين قمت على المكتبه بتاعتي، كان عايزه شويه ترتيب، ولو ان المكتبه كانت ضعيفه جدا، يعني كنت برص الكتب جنب الجدار، الجدار الاربعه، وانا متصور انني احد اصحاب المكتبات يعني. فاقوم ايه ارص بقى، اجيب الفن على الفن، الحديث على الحديث، والفقه على الفقه وبتاعه، فرحان بنفسي. كنت ساكن ذاك في عين شمس في مكان ما فيش فيه كهرباء، فكنت شغال بالكلوب، عارفين كلوب ابو راتينا ده؟ كنت شغال بالكلوب، ما كانش الحمد لله ايامها في ازمه جاز ولا حاجه. فسهرت طول الليل اسمع واقرا، اسمع واقرا. دي كانت يعني من اعظم المنن عليا اللي خلتني اطلع لفوق واشعر بالثقه في عملي، لان ما فيش حد بيقيم عملي. فانا مش عارف ماشي صح ولا ماشي غلط. فمن اكبر المنن ان تلاقي حد في الفن اللي انت بتشتغل بيه يقول لك احسنت وانت مجيد.